بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الدايودات، سنتكلم اليوم عن حل دورات موجود فيها الدايو أو تحليل دوائر الدايو. دايود سيركت أناليزيس هو طبعا أنا ما أظن أنه هو الجزء الذي يهم الطلاب بكثرة، هو تحليل الدوائر التي تحوي على دايود. طبعا تشترك الدايودات، كل نماذج الدايود التي رأيناها من دايود أسي، من دايود الجهد الثابت، من دايود الحالة المثالية الايديال دايودز موديل، كلها غير خطية، يعني كلها لا تخضع لقانون أوم. طبعا أنا قلت بأنه قد نستطيع أن نبسطها حتى نعوضها في قانون أوم، نبسطها حتى نعوضها في قانون. انتبه لهذا الكلام، نحن نبسطها، نعمل لها موديل، نعمل لها نموذج معين حتى تخضع لقانون أوم، فيسهل علينا حلها، وإلا سيكون حلها علينا جد صعب. كل نماذج الدايت التي تبنيناها والتي رأيناها سابقا تميز الجهد الموجب عن السالب، يعني الجهد الموجب له معاملة غير جهد السالب، تبعا لطريقة توصيل الدايود داخل الدارة. فكيف يكون الدايود موصلا في الدارة؟ طبعا أنا بعض الناس يسموه ثنائي، أنا أعتقد أنها كلمة يعني غريبة قليلا على هذا الكلام، ففضلنا نسميها الدايود. واللغة العربية الحمد لله لغة واسعة تقبل حتى بعض المفردات الأجنبية لو كانت أسهل للنطق وأقرب للأفهام. إذا تميز الجهد الموجب عن السالب في هذه الحالة، النموذج المثالي الايديال موديل دايود يمرر الجهد الموجب فقط، ولاحظنا بالفيديو السابق أنه فقط يمرر الجهد الموجب ولا يمرر الجهد السالب. نموذج الجهد الثابت يمرر فقط عندما يكون الجهد المطبق أكبر من جهد الدايود. في حال طبقنا جهدا أكبر من 700 ملي فولت أو 7/10 فولت فإنه يسمح له بالمرور. نأخذ مثلا مثال قبل كل هذا، تعرف على آلية عمل الدايود. طبعا عندنا شاحن اللابتوب، شاحن الحاسوب الشخصي، يعمل على تنفيذ شحنة، على أخذ شحنة كبيرة من المصدر، ثم يعمل على تصغيرها بحيث تدخل إلى جهاز الحاسوب. طبعا حوالي 110 فولت على 60 هرتز. طبعا 60 هرتز مقصود فيها هي 60 موجة كاملة في الثانية. طبعا هذا نموذج الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا، ويوجد بعض الدول التي أيضا تتبناها لكن ليست كثيرة. باقي العالم يتبنى 220 فولت لكل 50 هرتز، باقي دول العالم وهي في بقية العالم. طبعا لاحظ، هل نحن نريد أن ندخل على الحاسوب، جهاز الحاسوب الخاص بنا 110 فولت أو 220 فولت؟ أكيد لا، لأن جهاز الحاسوب لا يتحمل هذا القدر من الجهد، وهذا القدر من الجهد لو دخله فإنه سيعمل على إتلاف جهاز الحاسوب. إذن يدخل من هنا. طبعا هذه رسمة أنا أخذتها من الإنترنت، لاحظ 50 إلى 60 هرتز. طبعا الآن الشواحن أغلبها أصبحت تعمل في كل البلدان من 100 إلى 240 فولت. طبعا فكرة الجهد المطبق عليها، فكرة بأنها تعمل على تخفيض الجهد، يعني أنت توصل فيها. طبعا هي ليست بالشواحن، الشاحن كمثال، يعني هي ليست فقط بالشواحن، قد نتكلم عن مثلا المايكرويف، قد نتحدث عن جهاز التلفاز، جهاز التلفاز، الجيزر، يعني عدة أجهزة تعمل بهذا الأسلوب. طبعا إذا نحن نأخذ حوالي 240 فولت أو 110 فولت ونحولها للجهاز الحاسوب، هو جهاز الحاسوب من 19 إلى 20 فولت يحتاج. إذا ما الذي يحدث داخل هذا الشاحن، داخل هذا الشاحن هنا، حتى يسمح لنا بتحويل تلك الشارة الكبيرة من 100 إلى 240 فولت
إلى 19 20 فولت. هو صندوق سحري يوضع هنا فيعمل التحويل. لنرى، طبعا عندنا طبعا مثلنا هذه الموجة التي مسلطة على النظام في أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الشاحن، هذا هو الجهد الذي سوف يطبق عليه. كلا القبضتين 20 فولت، فرق الجهد بينهما. وهنا هذه الموجة التي تدخل على الشاحن. طبعا ما الذي يحدث؟ طبعا ما كيف نستطيع أن نصغر من 110 فولت، كيف نصير 110 فولت نجعلها 20 فولت؟ ربما لو ركبنا مقاومة فإنها قد تعمل، تستعمل المقاومة على تخفيف الجهد. لو ركبنا مقاومات فإنها تستعمل على تخفيف الجهد، وبالأخص لو كانت مقاومات موصولة على مقاومة كبيرة أو مقاومات موصولة على التوالي إن سيريس، فإنها ستعمل على تخفيض الجهد. لكن بالمقابل هذا الحل غير عملي. لماذا؟ أتمنى منك عزيز الطالب بأن تكون قد فكرت في هذا الموضوع. لماذا هذا الحل ليس عملي؟ لأن المقاومة تستهلك الكثير من الطاقة، ترتفع حرارة الطاقة. أغلب المقاومات كما تعلمنا في الفيزياء وكما تعلمنا بالسيركت وعد الدارات الكهربائية، بأنها عند استهلاك الطاقة فإنها سوف ترتفع درجة حرارتها، مما قد يؤدي إلى مدى متوسط وليس ببعيد لتلف الجهاز. إذا فكرة توصيلنا الدارة بمقاومة هي فكرة ليست عملية، وفكرة لا تصلح لهذا المجال. إذا كيف حصل لنا أن نعمل هذا الشيء؟ أولا نضع محولا ترانسفورمر. الترانسفورمر كما تعلمنا هذه الموجة، ونضع هذا الترانسفورمر الأولي عدد لفات أكبر من الثاني، فتخرج لنا الموجة بشكل أصغر بقليل. لكن هل هذا كاف؟ طبعا بالمناسبة طبعا قبل أن أكمل هذا الكلام، بعض الطلاب يعتقد بأن يعني هذه الموجة موجة كاملة هي 110 فولت. كلا، هذا الكلام ليس بصحيح. هي يعني الموجة كاملة هي عبارة عن 110 فولت ضرب 2 ضرب 2، لأنه 110 هذا نصف موجة. 110 فولت ضرب 2 ضرب جذر الاثنين، ضرب جذر الاثنين. ولكن تتخيل كيف سيكون قدرها كبير جدا وهائل جدا. طبعا طبعا يعني في هذه الحالة نلاحظ كيف يكون جهد كبير جدا على جهاز يحتاج إلى قدر قليل من ال يحتاج إلى قدر قليل من الجهد حتى يشحن. طبعا نضع صندوقا يعمل على جزء الموجب من الشارع فقط. نضع هنا صندوق سحري الذي تحدثنا عنه قبل قليل. نضع هذا الصندوق هنا. ماذا يعمل هذا الصندوق؟ تصل لي هذه بهذا الشكل، كما قلنا بهذا الشكل، هي هنا، فتخرج لي فقط بالطرف الموجب بهذا الشكل، ونلغي هذا الجزء الذي في الأسفل السالب. فلو لو كان هذا الجزء موجودا، فإنه كيف سيعمل؟ نفرض أننا وصلناه بالتلفاز، على ماذا سوف يعمل في هذه الحالة؟ ستعمل التلفاز، سيعمل معك مثلا بفضل 3 ثواني، ثم سيهبط، ثم سيغلق لفترة 3 ثواني. إذا يجب أن نحافظ على موجة موجبة في الأعلى. إذا هذا الصندوق يلغي الطرف السالب من الموجة. نضعه هنا طبعا. الصندوق نضع فيه الدايود. هو الدايود يعني ما الذي يسمح فقط، ما الذي سمعنا به يسمح فقط لموجة لشكل واحد من الموجة الموجبة فقط بالمرور؟ هو الدايود. كما تعلمنا خلال دراستنا لهذه الدروس، هو الدايود، لأنه يسمح للشارة بالمرور باتجاه واحد فقط، ويكون هذا شكل الشارة التي سوف تمر. إذا كان هذا الفيديو تبسيطا أو محاولة منا
لفهم عمليا كيف يعمل الدايت وكيف يفيدنا بحياتنا العملية. وتطبيقات عدة، لهون أخذنا نموذج ولكنه قد تعمم أنت النموذج على عدة أشياء. شكرا لكم أحبتي، لا تبقوا علي بعمل الشير واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.